بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ في فصل جديد خاص بالدخل القومي. طرق، عايزين نعرف ايه هي طرق قياس الناتج القومي. أول طريقة من طرق قياس الدخل القومي هي طريقة الناتج، وتقوم هذه الطريقة على أساس قياس قيمة كل السلع النهائية والخدمات التي أنتجت خلال العام. يعني بشوف إيه هي قيم كل السلع والخدمات اللي بيتم إنتاجها خلال السنة، وبيتم حساب الدخل القومي بهذه الطريقة. ماذا يحسب ضمن الناتج القومي الإجمالي وماذا يستبعد عند حسابه؟ السلع التي يتم استهلاكها بواسطة منتجيها ولا تصل إلى الأسواق، هذه السلع يتم استبعادها من حساب الدخل القومي. خدمات الإسكان أو المساكن التي يقطنها مالكها هي أيضا خدمات يجب أن تحسب ضمن الناتج القومي الإجمالي، ويتم تقييمها كأنما يؤجرها أصحابها. الخدمات الحكومية المجانية كالدفاع والأمن والشرطة والخدمات الصحية والتعليم، كلها خدمات لابد أن تدخل في حساب الناتج القومي الإجمالي وتقيم على أساس تكلفتها. نفقات التحويلات التي تدفعها الحكومة دون الحصول على مقابل لا تدخل ضمن حسابات الناتج القومي، لأنها مدفوعات لأشخاص دون مساهمتهم في العملية الإنتاجية. أشخاص لا يساهموا في العملية الإنتاجية لا يتم حساب هذا ضمن الدخل القومي. ولا تدخل أيضا الخدمات الشخصية المجانية التي يقدمها الأفراد دون الحصول على مقابل لها لصعوبة تقدير قيمتها. ومن طرق حساب الدخل القومي بطريقة الناتج القومي، في عندي أسلوبين، هو أسلوب المنتج النهائي وأسلوب القيمة المضافة. نبدأ بأسلوب المنتج النهائي. ده أسلوب بيقضي بجمع قيم كل السلع والخدمات المنتجة خلال فترة سنة. الأسلوب الثاني هو أسلوب القيمة المضافة، وهي المساهمة الصافية في الناتج القومي، أي عبارة عن قيمة إنتاج المشروع بنطرح منه مشتريات المشروع من الغليلية، ما يسمى بالمدخلات أو المواد الوسيطة. القيمة المضافة بتساوي قيمة الإنتاج ناقص مستلزمات الإنتاج. مصنع الفطاير
مستلزمات الانتاج الاستخدمها 200 وقيمة معاضفة 550، يبقى اذا لو جمعنا القيمة المضافة زائد مستلزمات الانتاج يبقى 550 زائد 200، يبقى اذا قيمة انتاجه 750، يبقى قيمة البيع او قيمة انتاج مصنع الفطاير هو 750. مصنع العصير باع ب 500، قيمة مبيعاته 500، مستلزمات الانتاج مش موجودة والقيمة المضافة ما أضافه مصنع العصير مش موجود. فمصنع المربص 270، وهنا 200، وهنا 100 مستلزمات الإنتاج، يبقى قيمة ما أضافه مصنع المربى هيبقى 370. هنحط 370 هنا القيمة المضافة لمصنع المربى، وبعد ذلك هيتم طرح 1670 ناقص القيم المضافة لباقي المصانع. هنقدر نجيب مصنع العصير انتاجه بقد ايه. الطريقة الثانية من طرق حساب الناتج، نبذة مختصرة عن مكونات الانفاق القومي، ويشمل ايضا الانفاق الاستثماري الخاص والانفاق الحكومي على شراء السلع والخدمات. وتوجد هنا ملحوظة لا تدخل نفقات التحويل. توجد ايضا طريقة ثالثة من طرق حساب الدخل القومي، اجمالي وهي الربح طريقة الدخل بيساوي أو طريقة ضرائب على ارباح تسمى الشركات بطريقة زائد زائد ارباح أرباح الموزعه الموزعين زائد غير ارباح هنا حساب الناتج على الموزعة، اساس، ولا تحسب هنا ما المدفوعات تكلفه التحويليه في الدخل القومي. هذا الناتج لأنها دخول من تم دخول الحصول ما عليها من تكلفه المساهمه ما من جانب تكلفه عناصر هذا الانتاج الناتج في من العمليه، دخول تم الإنتاج دفعها لعناصر الانتاج لا الدخل القومي، والتي يتم تعديل قيمتها عاوزين نعرف ايه هي العلاقة بين الناتج القومي والدخل القومي وانواع الدخل الاخرى. الناتج القومي الصافي بسعر السوق هو عبارة عن الدخل القومي او الناتج القومي الصافي بالتكلفة مطروحا منه الضرائب غير المباشرة، ونجمع او نضيف اليه اعانات الانتاج. اما الناتج القومي الاجمالي بسعر السوق، وهنا في فرق بين الناتج الاجمالي والناتج الصافي اللي تم حسابه في الخطوة السابقة، فهنا الناتج القومي الإجمالي بسعر السوق عبارة عن الناتج القومي الصافي بسعر السوق اللي تم احتسابه في الفقرة السابقة، ونضيف إليه إهلاك رأس المال. طب العلاقة بين الناتج القومي والدخل القومي وأنواع الدخل الأخرى. الناتج القومي الإجمالي وهو الجي إن بي هو عبارة عن الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي مضافا إليه صافي الصادرات. أما الناتج القومي الصافي فهو عبارة عن الناتج القومي الإجمالي مطروح منه إهلاك رأس المال. الدخل القومي الصافي أو الناتج بسعر التكلفة بيساوي صافي الناتج القومي بسعر السوق مطروحا منه الضرائب غير المباشرة، ونضيف إليه إعانات الإنتاج. أو ممكن حسابه بطريقة أخرى، إن الدخل القومي بيساوي الأجور والمرتبات زائد الريع والإيجار زائد الفوائد زائد الأرباح، وهذا يشمل عوائد عناصر الإنتاج الأربعة اللي هم العمل ورأس المال والتنظيم والأرض. فعنصر العمل عائده هو الأجور والمرتبات، الأرض العائد الريع والإيجار، رأس المال العائد الفوائد، والمنظم هو عائده الربح. الدخل الشخصي هو عبارة عن الدخل القومي مطروح منه ضرائب الأرباح الشركات، ومطروح منه الأرباح المحتجزة، ومطروح أقساط معاشات التقاعد،
ونضيف إليه مدفوعات تحويلية للأفراد ونضيف إليه أرباح الأسهم. أما الدخل المتاح أو الدخل القابل للإنفاق أو التصرف فيه هو عبارة عن الدخل الشخصي ناقص الضرائب المباشرة على الدخل، وبالتالي الدخل المتاح أيضا يمكن حسابه عن طريق جمع الإنفاق الاستهلاكي، استهلاك زائد الإدخار. الإدخار الشخصي هو ما يتبقى من الدخل بعد الإنفاق على الاستهلاك، فهو عبارة عن الدخل المتاح مطروح منه الإنفاق الاستهلاكي.